نمشي ناخذ ثاني تجربه ضمن حلقه اليوم ونقول السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. كيف الاستاذ الطاهري لاباس عليك دكتور؟ الله يعطيك الخير سيدي، انا غير حميد الطاهري ماشي دكتور. نعم استاذ. نعم مرحبا، شكون معنا؟ معك الصبار عبد الله. من اين مدينه؟ مدينه سطات. كنت اتصلت بك البارح. اتصلت بكم البارح. اياه تماما، كنت ناقشتي معنا في الجانب ديال التربيه. ديال التربيه استاذ. وانت اللي كنتي تحدثتي لنا انه عندك مشكل مع الزوجه ديالك فيما يرتبط بالتربيه ديال الوليدات. نعم استاذ الله يجازيك. كنا تسالنا معك انا والاستاذ المدني وقلنا لك اودي السي عبد الله باللي خصك تحدد لينا. نعم. طبيعه المشكل وفين كاين الاشكال بينك وبين الزوجه ديالك. نعم. في هذا المجال باش نقدروا نتفاعلوا معك. نعم. وقلتي لنا بلي الزوجه ديالك كتشرق وانت كتغرب بهذا المعنى. بهذا المعنى الدارج. نعم. واخا الا تقدر تعاود لنا من الاول كيفاش تزوجتوا، كيفاش جاء اول ولد او لا البنيه عندك هي الكبيره ياك؟ البنيه هي الكبيره. وفين مطروح المشكل بالضبط السي عبد الله؟ تفضل. شحال العمر ديالك اولا؟ نعم استاذ. شحال العمر ديالك؟ العمر ديالي 52 سنه. 52 سنه، مرحبا بك السي عبد الله، تفضل. الله يرحب بك استاذ. مرحبا. شكرا جزاك استاذ. دخلت الحياه الزوجيه بواحد يعني كما كتعاونوا لينا انتوما وكتفيدونا الله يجازيكم بخير، دخلت بواحد النيه وبواحد درايه على الحياه الزوجيه يعني من سنة 24 عام يعني دخلت الحياة الزوجية، دخلت بواحد الأمور اللي كتطلبها الحياة الزوجية واللي كتبغي الحياة الزوجية. واخا السي عبد الله. نعم. نتفقوا معاك على واحد القضية. نعم. ما تهضرش ليا بالمرموز. نعم. صافي باش نقدروا نفهم باش نقدروا نفهموا كاملين ويفهموا المستمعات والمستمعين. ما نقدروش نفهمك وأنت كتهضر ليا بالمرموز. نعم. أنا هضر لي على عبد الله في تجربته الإنسانية. وفي لحظاته الاجتماعية كيفاش كيتعايش، شنو المشكل اللي عنده بالضبط؟ المشكل اللي عندي بالضبط تزوجت انا استاذ، تزوجت خطرت تزوجت عند واحد الناس يعني واحد الناس ما فضلتهم عليك في المظهر قبل ما نتعاطى معاهم، قبل ما ندخلوا في التفاصيل وندخلوا في هذا، المهم تنافست معاهم، خطرت الدرية عجبتني، تزوجنا، جينا للدار يعني بقيت عايش مع الزوجه ديالي. المهم من نهار على نهار كنلاحظ يعني ديك السمعه كاع كل هذا اللي كنت كنسمع قبل ما نتزوج، يعني ملي على ارض الواقع وكنا في الحياه الزوجيه لقيت الزوجه يعني لا علاقه لها بالامور والقوانين ديال الحياه الزوجيه. على اي مستوى؟ قدام كاين مشكل، المهم الحياه حوار، كتبت معها الله، كتحاور معها، كتناقش معها، كتحاول تعمل يعني بلاد ممكن بلاد ما عارف شي، بلاد مازال صغيره ما فاهمه شي ولا شي حاجه، خلينا يدرك البلد ويتفاهم الامور على الحياه الزوجيه كيفاش خص بنادم يتعايش، كيفاش خص بنادم نعم بهذا الشكل. المهم كتوقع شي حاجه ولا هذا كنبدل الساعه، نحاول واحد الوقيت اللي هو يكون متميز، كنحاول ندرك معها الغرض ونناقش معها وندير الحياه الزوجيه اش تخص بنادم اش كتبغي. فيها تبادل، كاين النصف الاخر ديال النصف الاخر ديال الحياه الزوجيه هو الزوج. المهم بحثت في هذا باش كندوي معك دابا. تنتسنى النتيجه نهار بحال دابا النهار الاخر كان بحال بالليل في الصباح ما كتلا عقل على والو. يعني كتلقى مثلا ذاك الهضره ولا ذاك الحوار ما بدلش السيده ما تبدل فيها حتى حاجه. نعم. المهم كتشوف كتبدل الساعه ما كتبغيش من اللي كثر في الحوارات بزاف وكذا، كتحاول تقرب منها، تحاول تتعامل معها، تحاول كتجي واحد الفرصه ديال النقاش كتحاول تناقش معها ثاني ملي كيكون شي حاجه ما هياش هذيك ولا هذا، كتناقش معها عاوتاني، تدرك معها الارض، تدرك معها الارض، تناقش معها ونحاول معها. المهم دازت واحد المده ديال عام. هادشي عام على زواجكم؟ داز عام على الزواج، جاب الله البنيه الاولى كما هضرت معك. المهم اللي زادت البنيه كتبدل، خاصها تبدل في البنيه كتبغي التربيه، كتبغي النوع اللي جاب لها، تبغي هذا، بقيت المراه ما تبدل فيها حتى حاجه، واخا زادت عندها البنيه يعني بقات في الشكل اللي كانت فيه، واخا عندها تربيه، واخا عندها يعني الامور غادي وكتعقد عندي شويه، غادي كنتقطع شويه بهذه الامور. بقيت مستمر باش ما
باش نختصر لك شويه باش ما نطولش عليك حيت راه المده ديال 24 عام راه لا بالطبع نختصر لك استاذ الطاهر. مرحبا. كاين غاديين التربيه المهم حاولي ديري حاولي تفعلي حاولي ديري هذه اش كتطلب الحياه الزوجيه التربيه راه فيها مسؤوليه فيها معنى فيها خصك بزاف الامور اللي خصك ديريها في هذه الامور ديال التربيه راك عارف استاذ الطاهر ماشي سهله. نعم. كيف نستغرق في الحوار بحال هكا ما كاينش موفمون يعني ما كاينش موفمون بهذا الشكل واخا نحاور معاه في الساعه ساعه ونص ساعتين بعض المرات وحنا كنتحاوروا ما كاينش تطور على الامور ديال الحياه كيفاش هي وكنقول لها خاصه في الحياه الزوجيه حاجه ملموسه وحاجه حساسه يعني راه بشكل اخر. واخا فاش كتكونوا كتحاوروا نعم كتقبل الملاحظات ديالك كتقبل الملاحظات بطريقه هذا فضل من الله تعالى طريقه مستوى يعني طريقه يعني سلسه ماشي انا ماشي من النوع اللي غادي نتعنف ولا نضرب ولا نضرب واحد اللفظ اللي هو ما هوش هذاك يعني ضميري كيأنبي انا بعيد من هذه الامور. مرحبا. وفي التطبيق كيكون العكس كتكون انا ملي كنقول ماشي مشكل المهم انا واخا نتعب كنقول واخا نتعب ماشي مشكل الماضي ماشي مشكل المشكل هو واحد الصفحه جديده وينظر لها للمستقبل. هي كيكون عندها عليك ملاحظات؟ كيكون عندها عليك ملاحظات؟ ما انا كنحاول ما نديرش شي حاجه اللي تلاحظ عليا. ما يمكنش. يعني ماشي ما يمكنش تعيشوا بالملائكيه. لا لا. يعني انا كنقول في اي حاجه هي كيكون في واحد الاجتهاد باش نهضر معاك بكل تواضع وبكل صحه. نعم. يعني انا نقدر نقول لك كنحاول كندير واحد المجهود. وكنحط راسي كنقول مثلا الا ما عجبتنيش واحد الحاجه فيك حتى انا ممكن ما تعجبك واحد الحاجه فيا انا. يعني لا حتى طلبتي مني ولا هذا حتى نستعد اي حاجه نستعد معاك يعني الامور هو نتعايشوا ونكشفوا بعضياتنا ونكبروا في عينين بعضياتنا ونتقوا الله بعضياتنا هذه راها مسؤوليه من عند الله راه ماشي واخا قلتي لي عندكم اربعه ديال الوليدات ياك ثلاثه استاذ ثلاثه نعم منين زادت البنيه الاولى شحال باش عاد جا عندكم المولود الثاني خمسة سنوات. واش كان شي حافز انكم تجيبوا المولود الثاني ولا فقط المساله خليتوها للاقدار؟ وعندك خمسة سنوات يعني كاين تراضي ما بين ما بين بينها يعني باش غادي كاين تراضي باش نزيدوا المولود الثاني. واخا بناء على ايش جبتوا المولود الثاني؟ واش حيت شفتوا هذيك المولوده صافي اندمجات غاديه مزيان كتكبر بشكل طبيعي بيناتكم اشنو؟ انا دابا واخا كنناقش معها كنقول زعما مستقبلا معها كنحاورها وكتكون واحد العلاقه ثاني كنعاود نبني معها واحد العلاقه كنقول ربما مستقبلا غادي تولي مزيان. يعني ديما كيكون عندي واحد التفاؤل انا كتسولني كنحاول نجاوبك بالمسائل اللي ممكن خصني نجاوبك بها استاذ الطاهر. مرحبا مرحبا. يعني كنتفائل مستقبلا غتكون مزيان كنحاول نقرب نعيش معها نحاورها نضحك معها نناقشها بسلاسه نضحك معها يعني كنحاول اي وقيته كنحاول نلف ليها واحد شويه ديال ملي كيكون واحد القرابه وكيكون واحد كنقول مزيان انا المهم تنبقاو غاديين بحال هكا. واخا فين 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 حسيتي بلي راه كاين مشكل؟ واش في الجانب ديال التواصل بيناتكم او لا في الجانب ديال التربيه ديال الوليدات؟ نعم استاذ الطاهر قلت لك السي عبد الله فين حسيتي بلي راه كاين الاشكال؟ واش منين كيتعلق الامر بالتواصل بيناتكم او لا منين كيتعلق الامر بالنقاش ديالكم على التربيه ديال الوليدات؟ لا في التواصل ولا في التربيه ديال الوليدات يعني مشكل كاين لا في التواصل ولا في التربيه ولا في كل شيء كاين مشكل. يعني كنحاول نعالج هاك وهاك ما بين المساله الشخصيه الحياه الزوجيه انا واحد الوقيته ما تليش كنفكر في راسي كاع انا كنفكر غير انا ملي واحد الوقيته انا كمدروس بواحد الشكل يعني كنحاول كما قلت لك غير زي كنختصر هيك الشيء ولكن مهما تزوجنا ودرنا وليدات كنحاول يعني وليت كنفكر في الوليدات اكثر من ما كنفكر في راسي. يعني كنحاول نركز معها على بان ديك البنيه خصك تكبريها خصك تقربي ليها تزي معها مراحل
تدريجيا على باش تكون معك واحد علاقه زوينه، تحكي في وجهها تصبح مدرسه تحكي معها تحكي فيها توكليها تشرف بها. يعني كنحاول كاع اي حاجه ندخل فيها على من خلال درايتي وحسيت بهذه المسؤوليه ديال الحياه الزوجيه. استاذ طارق، وهي كانت كدير هادشي؟ لا، ولا كانت كدير العكس؟ كدير العكس استاذ. يعني كنحس واحد النوع من التسلط، يعني لا في الكلام ولا في العنايه ولا في التواصل. كي واحد يعني هي راه الابناء ديالها وراها امهم، ولكن هي بشكل تسلط. يعني كاين واحد التسلط في الكلام في الهضره في التصرف في الفيح الصباح. يعني انا كيضرني خاطري من هذه الجوانب. نعم، كيضرني خاطري بزاف. كنبدل الساعه، كنحاول واحد الوقيته نبرك معاها ونقول لك كبده ديالك وليداتك. يعني خصك الحب راه اساسي في الحياه الزوجيه، يعني عندي واحد المكانه لا تقدر بثمن. واخا شنو هي الوضعيه الان السي عبد الله؟ نعم استاذ، الوضعيه الان ديالك انت والزوجه؟ الوضعيه الان نقدر نقول لك بهذا الشكل مزريه. يعني كان واحد التاثير شويه في الصحه، كان واحد التاثير مادي، فشل في جانب مادي، فشل تقريبا في جانب تربوي. فشل يعني جانب مادي فين كيتجي؟ ولكن اخر ما طفوا الاستاذ الطاهري يعني ولات كتبان لي بحال ربما نقدر انا هنا كاقتراح عليك في هذه المساله. يعني بحال شيء انا ما راضي، انا ما راضي. يعني بنادم بحال انسان بشكل بحال فقد الذاكره، بحال يعني ما بقاش يعني اخر ما طاف بحال كيقول لك انا راه ما عندي هذا الشيء كاع اللي كتقول راه ما لا. واخا سي عبد الله، منين كيكون عندنا المرض نعم اشنو كيتطلب منا؟ هذا هو السؤال اللي كنت جاي لك ليه، ولكن انت راك جيتي تبارك الله عليك بوحدك. نعم استاذ طارق. واش كتشوف انت باللي مثلا هذا الشيء اللي كان عند الزوجه ديالك هو يعني امر طبيعي؟ يعني كانت عندي شكوك، ولكن في هذا الاخر يعني اقتنعت بانه كاين شي حاجه. يعني بنادم اخر على واحد المده ديال انت كتحاور واحد الانسان، واحد كتخاطبوا كتحاوروا القلب ديالو، يعني واحد النيه واساسيه وبدون ما في هذا هذا. يعني مع الوقت كتوصل لواحد النتيجه. شحال كان الفرق بينك وبينها في السن؟ تبعي وانا في 65، يعني تقريبا شي 7 سنوات ولا 8 سنوات. 7 سنوات، يعني الوقت اللي تزوجتي بها كانت في عمرها 17 سنه. لا ربما اكثر 20، وانا عندي 24 تقريبا. ماشي ما ماشي بزاف باش اللي بيني وبينها، ماشي بزاف. الا انت في 72 وهي في 72 ولا في 65. عمليا دابا في عمرها 46 سنه. هي في عمرها 46. انت في عمرك 52. نعم استاذ. الوقت اللي تزوجتو كانت في عمرك 28 عام، في عمرك 24 عام، وهي في عمرها 18 عام او البداية 18 تقريبا. نعم. واش ما كتشوفش باللي ربما انا نقدر نقول وما نعرف، نقدر نكون خاطئ نقدر نكون صحيح، ان التربيه ديال ديك البنيه اللي جات هي الاولى من بعد عام ديال زواجكم مرات في واحد الجو مشحون فيه شويه ديال الضغط او لا؟ نعم ياك. نعم هذا الضغط رافقكم حتى الان كاين ولا ما كايناش؟ رافق حتى الان استاذ تقريبا. مزيان. نعم انا ما غاش نقول انا حتى حاجه، ما كنقول باللي فيها راه فات الفوت وباللي ما 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 كايناش امكانيات العلاج ديالها. نعم استاذ. انا وانت كتحدث كتقول لي راه السيده صافي وصلت لواحد القناعه ديال انها تشكو من مرض ما، ياك؟ من خلال بالنقاش والحوار اللي كنهضر معاها ما كيكونش يعني ما كيغير فيها حتى حاجه. يعني انا غنسولك السي عبد الله على هذا النقاش والحوار اللي كصدر معاها انتايا. نعم. خلال 28 سنه ديال الزواج، ياك؟ شحال من مرة بدلتي طريقة وأساليب الحوار ديالك والنقاش ديالك مع السيدة ديالك؟ ما تقدرش نوصفها لك أستاذ. لا غير تقدر تقول لي. يعني تقريبا المدة الزمنية كلها أغلبية ديال الأوقات ديالنا حوار ونقاش. لا كيفاش يعني هذا الحوار كيفاش؟ واش بنفس الأسلوب بنفس الطريقة؟ لا
كنحاول نغير معها بشلة طرق. ما كتكون كتعامل معها عاطفيا، كنتعامل معها حوار، بعض المرات نضحكوا وكذا، يعني كنحاول نوصلها بأي طريقة اللي هي تصل على قد المعرفة ديالي من طبيعة الحال وعلى قد المسائل ديالي. كنحاول يعني كل مسألة اللي نضحك معها نقدر نروح لها كلمة. نعم. نقدر نتعامل مع عاطفيا في واحد الأوقات معينة يعني بالنسبة للحياة. تقدر تعمل معها باش؟ تقدر تعمل معها باش؟ مسائل عاطفية كنقرب ليها، كنناقشها، يعني حتى كتكون واحد الوضعية يعني مستقرة في النفسية عادي ممكن نناقش. هذه ماشي هي تجي وديما تحاور وبلاد ما فتحتش قابلية وكذا، يعني ما كتعطيش نتيجة. وخاصة عبد الله، انا اللي ممكن نقول لك الا استنتجت شي حاجه من هادشي اللي عاودتينا، والمستمعين حتى هما غيتفاعلوا معاك خلال الجزء الثاني، انا لا استنتجت انكم بجوج عايشين في ضغط. صافي، انت عايش في ضغط ديال انك كتقول هي السبب في الاخفاق ديال في اخفاقنا في تربيه وليداتنا، ياك؟ بحيث انك قلتي لي باللي الوليد الكبير او الوليد اللي في عمره 22 عام 19 قلتي لي عنده مشكل ديال الانحراف، ياك؟ الانحراف. الى اي حد انت استطعتي انك تستوعب هذا المشكل ديال الانحراف وتتعامل معاه؟ يعني دخلت للتعليم الخاص، حاولت معاه نوفر ليه، يعني كان بحال هو عنده شويه واحد الوقيته مع التتبع ديالي الناس حضرتكم بحال هكا وكنستافد شويه الله يجازيك. مرحبا. يعني حاولت عنده كنسمع بانه اضطرابات، يعني هو بحال قلت حركي شويه وداك الشيء، حاولت نوفر فيه من الرياضه من الدراسه، جيت للتعليم الخاص يعني غادي مزيان مزيان حتى السادس. استاثر مع الظروف والامكانيات وداك الشيء، جيت رجعت للتعليم العام. ايه الكوليج وداك الشيء اللي وقع في ديك المرحله ديال الكوليج. يعني في الاول كانت الامور يعني كبرتيه بواحد الطريقه ما، خصوصا من الناحيه الماديه وكذا. نعم. واخا هذا الجانب هذا ما شفتيش باللي ربما كان كيخلق مشكل عند الزوجه ديالك؟ بحال هكا استاذ، انها كتقول انك انت كتربي الابن ديالك بالطريقه اللي بغيتي، فحتى هي كتعامل مع الاب مع 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 الابناء ديالها بالطريقه اللي بغات. لا، ما عندناش هذا المشكل بحال هكا. اشنو؟ ما كما تنقولوا حنا الا كان يجوز في هذه الكلمه، ما قلت ما تحيتي. نعم. كان الولد داخل لابس وكل شهر علاقتي مع وليداتي كنحاول حتى هي نحاورها، يعني حتى كنقول لهم دير هذا، راه المكانه ديالك راه كبيره عند الله، وراه واحد المسؤوليه عندكم، يعني عطيها لكم الله، انا عطيها لكم حتى شي واحد. يعني بانه راه واحد دور محوري اساسي في البيت، يعني راه ممكن تقدر تغطي الفراغ ديال الزوج، والزوج ما يقدرش يغطي الفراغ ديال الزوجه. يعني كنحاول نهضر معاه بهذا الاسلوب، تنقول راه مكانتك كبيره، وراه واخا تشوفي ندير اللي درت، راه انت هي الا كنت كنقول انا الاب راه كنت هي الام. واخا سي عبد الله غادي تسمح لي، ما بقاش ليا بزاف ديال ما بقاش ما بقناش كاع الوقت في الجزء الاول، ديجا ديباسيناه، ولكن ماشي مشكل، غير قول لي الرساله ديالك الان، فاش تبغي المستمعين يتفاعلوا معك؟ دابا اخر لحظه، دابا يعني بحال قلت لك كان واحد التاثير، كان تاثير عقده نفسيه تقريبا شويه بواحد الشكل معين بالنسبه للشكل اللي عاودت لك، لا البنيه ولا قال لك. شكون اللي قال لك هذه عقده نفسيه؟ منين جبتيها؟ نقول انا ربما من هاد تتبان لي في الاولاد. انا انت طبيب؟ كتبان لي في الدراري من خلال تجربتي. واش انت طبيب؟ انت طبيب؟ لا. ماشي بسيكولوج انت؟ لا ماشي بسيكولوج. ما تبقاوش تقولوا، شوف ما تبقاوش، شوف راه بعض المرات في الحياه راه كنبقاو نسميو شي اسماء ونطلقو شي نعوتات، راه المشكل كيكون صغير، فهمتيني؟ كيولي قد هاد الاستوديو، راه ما يمكنش. شوف السي عبد الله، ما تقدر، لا ماشي استسمح، لا بالعكس، انا شوف انا راه شي كنقولو من اجلكم ماشي من اجلي انا، انا بالعكس انا خذوا راحتكم قولوا اللي بغيتو طبعا الحال وفق المعقول والمقبول، ولكن انا كنقول لكم راه في حياتكم الناس البشر في حياتكم راه كتقدروا تقولوا شي حوايج شي حاجات اللي بلاصه ما يفيدوكم كيطحنونا بلاصه ما يفيدونا كيطحنونا،
باش ما نهضرش ب ب ب زعما ب بشي حاجه ما كايناش. يعني السي عبد الله راه بعض المرات الحل كيقدر يكون قدامنا الحل، واش فهمتيني؟ الزوجه ديالك ما حاولتيش تخليها تنفتح على الوالدين ديالك، على الوالدين ديالها، على على الاقرباء ديالها، على الاقرباء ديالك. واحد النوع اللي ما يسولوش فيها، ما تسولش فيهم حتى الوالدين ديالها. ما شاء الله. يعني وديالك انت، وديالك انت. ديالي انا شويه البلاصه اللي كنعيش فيها، والدي بعادني شويه. ما كيعيشوش معنا. واخا كمل معايا في الرساله ديالك، كمل معايا في الرساله ديالك. شوف سي عبد الله، ماشي مشكل، نقدر نهار الخميس تقدر تعيط ليا ونوليو نتفاعلوا معك، ولكن كمل لي دابا على الرساله ديالك باش من بعد. بالنسبه هذه ربما غنحاول نرسخوا هذه القاعده، ان الحالات اللي ما استطعناش نكملوا معاهم نبقاو نخليهم نهار الخميس كاخر حلقه في الاسبوع. نعم استطعت. مزيان هذه الساعه ياك؟ نعم مزيان. تفضل سي عبد الله كمل لي. عليك بزاف استاذ. المهم لحد الساعه دابا يعني واخا كنكون دابا حوار يعني واحد عندك بحال داك الشيء باش نمشي ليه يعني وصلت واحد الروتين الى ممكن نقدروا كما كيتقال الباب المسدود. انكم وليتوا عايشين الرتابه في الحياه بحال هذا الشكل. يعني كي تنقولوا وليتي غير انت كتادي الدور ديالك كزوج وهي كتادي الدور ديالها كزوجه وصافي. صافي هذا هو اللي كاين. شوف هذا المدة كلها ما عطاتش نتيجة. أنا غادي نرجع نناقش معك هذه الأمور إن شاء الله الخميس. صافي الخميس نوليو نتواصلوا السي عبد الله ممكن؟ مشكور بزاف. مرحبا. بزاف أستاذ وكنشكركم بزاف والله يجازيكم بخير. مرحبا مرحبا. شكرا لك السي عبد الله. شكرا. مرحبا بك. مرحبا بك السي عبد الله ومرحبا بالتواصل ديالك وديال كاع المستمعات والمستمعين.